لا لا من خبز تونسي، ما عادش ناخذ تونسي مع احتراماتي لاخواتي، عندي اربع بنات بنات كل شيء، مع احتراماتي للمراه التونسيه ما عادش ناخذ المراه التونسيه، اللي ما نكونش حكم مطلق، ثم الباهيه وثم الخايبه الا من رحم ربك. اما انا تجربتين تقريبا تجربه ثالثه لازم نشوف واحده اجنبيه. اجنبيه اجنبيه منين باش تاخذ؟ إيه تكون من ليبيا، من الجزائر، من مصر، من سوريا، تكون عربيه وكهو، ما تكونش اجنبيه. اجنبيه بمعنى ان تكون أوروبية. لا لا اوروبيه ما ناخذهاش. انا زاد ضد الزواج بالضرب الاوروبيه خويا. عندنا بناتنا ما شاء الله في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، تو نمشي وقتها اللي ربي يكتب لي شكون باش ناخذ ونتزوج. باهي وقتاش ماشي والله، حتى اللي ترى تريد البلاد كي وقت تترك تو تستنى البلاد تحل الحدود يحلوا، باش اول حاجه باش تعملها شنو؟ باش نمشي نشوف امراه نتزوج، لان يعني انا عندي انا متقاعد وناخذ في جيراي والحمد لله، يعني ما ربي لك الحمد يعني مستوره ماشي، يعني ما باش نتزوجها باش نجم ننفق عليها قدر شنو، وناخذها زاده قريبه ليا في العمر. انا مش ناخذ طفله صغيره عمرها 20 سنه وانا عمري 60 سنه، ناخذ واحده في الخمسين، يعني باش نكون يعني مترادفين حتى في الحياه، حتى في الريتم، في الحياه، في المعاشره، تكون يعني قريب يعني احسن. لانه شنو ما يعرفش على روحه واحد قداش باش يكمل خمسه سنوات، ما يعرفش على العمر نتاعو، يلزم رفيقه، لانه واحد مسلم شو يقعد؟ خاطر المشكله في تونس يبيحون الصحبه ويحرمون الزواج، مش الزواج يعني شرعي ما بين امراه وراجل، لا ما يخلوش تعدد الزوجات. لو كان كانت تعددات الزوجات في تونس لكانت المراه تحافظ على زوجها، هذا كي تمشي ببلدان اخرى عندهم تجارب تعدد الزوجات، المراه تحافظ على رجلها مرات حتى ولو كان يظلمها، هي تقول لك على خاطر ولادي خا نصبر انا. وفي بلدان اخرى يعني انا نشوفه في التواصل الاجتماعي، تاخذ على الثاني تبدا هو متزوج بولاد ويقول راني متزوج بولاد، تتزوجوا. قداش ينجم يقعد الراجل بلاش امراه؟ هو وقدر الصبر نتاعو، خاطر اذا كان يهبط في تونس ما ينجمش يصبر. يهبط في لافيني، يهبط في لافيني ويشوف الشيء ويشوف العريا والقرا وشيمة الحلال، ما ينجمش يصبر، خاطر وخاصة يعني باش يمشي للبحر كيف كيف، باش يمشي للوتلة كيف كيف، لازم يحاول صحيح يحرم روحه حتى يلقى يعني منفذ شرعي يتزوج وكذا، وهذا هو المطلوب. يعني حاشتنا بعملية حسابية، قداش ينجم يقعد الرجل التونسي بلاش امرأة؟ اي قداش ينجم؟ كان كورونا آخر العام نمشي نتزوج، كان كورونا 2022 كانت حل توا بالنسبه ليبيا لانها مازالت ما تنظمتش فيها حرب وفيها كذا، سوريا كيف كيف فيها حرب، مصر زاد فيها مرشا مشاكل، تمشي مصر يعني اقرب جيره لينا احنا، اما ليبيا ولا الجزائر، المغرب زاد نيفو دو في هرب علينا، وان شاء الله نتمناو لان ان شاء الله نلقاو يعني ان شاء الله نلقى اللي نجم نعيش معاه، واذا ما لقيتش نقعد عازب على روحي افضل. نقعد عازب؟ نقعد عازب افضل خير، علاش باش نتزوج نقعد قصر في راسي مسؤوليه اخرى وندخل في مشاكل اخرى. انا طلقت مرتين ما نحبش نزيد ندخل في مشكله نتاع طلاق ثالث، عاد نقعد عازب وانا عندي بشاريتي. في تونس المشكله ان ولات ماديه بحته اكثر كل شيء، ما عادش يعني كانوا قبل تزوجوا فقراء يغنيكم الله، لا يجي يلزموا عنده الدار ويلزموا الكرهبة كذا، بعد يحاولوا يتعاونوا يتعبوا يجيبوا الاولاد. صرت انا يعني مرات يقع الفتور زادة اكل التقليد، يعني يكبر اولادها تولي يعني محميه بولادها، تقوى بولادها، تحاول يعني هو راس المال، لا مش راس المال، تحمي بروحها بولدها، بولادها يعني تبدا راسها صحيح بولادها وكل شيء، يعني تفضل ولادها على زوجها اللي هي الاولاد جابتهم. كي تزوجت السيد هذاك كان ما تزوجش الراجل هذاك، كيفاش باش تجيب الاولاد؟ ما تجيبش الاولاد، منين باش تجيبهم الاولاد؟ هو رزق من عند الله، لكن خاطر تزوجت وجعلنا لكل شيء سبب. الامور ولات تعبه في تونس، لان خاصه باش نقول لك مع احتراماتي يعني للايديولوجيه، لكن العقليه اللي زرعت من في المراه التونسيه ولات اولا متحره، اذا تخدم تقول انت تصرف عليا انا بشهريتي، ما عادش كي نهزوا ظن الخفه مع بعضنا، ولا كي كانت امي وجدي قاعده في الدار واللي يجيب لها تاكل، فما عادش ينجح الجواز، الزواج لانه ولا كانه صفقه، ما عادش الزواج انه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واحد تزوج يعني تناكح وتناسل وفي اني مباهي بكم يوم القيامه، ما عادش ولات يعني تقييم، يقيموا تشوف امورها هي اي وكذا من هنا وكذا من هنا، خاصه انعدام يعني تعدد الزوجات في تونس